جوان دوهان الى حماس ملعب او نوفمبر بتيزي وزو، بحيث ان الجمعيه الكرو تيزي وزو تستفيق من جديد وتقترب من رياده الترتيب على اثر انتصارها اليوم بملعب او نوفمبر بتيزي وزو على مولوديه شركات سعيده مراد بوتاجين. ما عدا مولوديه نص وهران، كل الفرق التي تنقلت منذ بدايه هذا الموسم الى تيزي وزو طبقت طريقه دفاعيه 100% لتعزيز دفاعها. الشيء الذي شاهدناه اليوم كذلك في المقابلة التي جمعت الجمعية بمولودية سعيدة التي تظهر بلباس أبيض. فالطريقة والنوعية إذن أدت بعدم رضا الجمهور الغفير الذي حضر هذا اللقاء والذي تميز شوطه الأول بمستوى ضعيف، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كانت سيطرة كاملة ولكن غير منتظمة من حيث اللعب الجماعي، وهذا ربما راجع للتسرع من جانب الجمعية. رغم هذا وفي الدقيقة 10 استطاع جبار أن يفتح باب التسجيل. شوف الإعادة بالنسبة للهدف الأول، أدغي فتحة طويلة وجبار اللي قلت يسجل الهدف الأول. فرصة واحدة لصالح سعيدة ولكن باءت بالفشل، هذا بعد القذفة القوية من بعيد. محاولة كذلك من جانب الجمعية وتضيع الكرة. هدف مقابل صفر ونهاية الشوط الأول. في الشوط الثاني زاد رفاق فرقاني من الهجمات التي سادها التنظيم الجيد. مناد وبضربة رأسية يضيع الهدف. في الدقيقة 19 جبار يضيف الهدف الثاني. وفي اللعب الجماعي تحت قيادة لاعب فرقاني والهدف الثاني من إمضاء جبار. خطة قوية من بعيد يسجل الهدف الثاني. بعد خطأ من جانب دفاع سعيدة الحكم سيد صغيري يعلن على ضربة الجزاء، ضربة جزاء من تنفيذ بويش. الجمهور لم يكن راضي على تنفيذها من طرف هذا الأخير، هذا ما زاد نرفزة لهذا الأخير الذي يخفق في تسجيلها. هدف ثالث من إمضاء مناد وهذا في الدقيقة 34 من الشوط الثاني. الهدف الثالث هذا. هجومات متكررة قادها كل من مناد جبار بويش وفرقاني، تصطدم الكرة بالعارضة عدة مرات. نشوف الهدفات القوية من رحموني كذلك اللي يشارك في هذه الهدفات. نشوف الإعادة مرة أخرى بالنسبة للهجومات المتكررة. جبار وتصطدم الكرة بالعارضة. وانتهى اللقاء بنتيجة 3 أهداف مقابل 0 لصالح الجمعية.